خلال حضور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أحد الأعراس في الكويت، تم التقاط صورة له مع أحد المواطنين على طريقة السيلفي، حيث جاءت تلبية لرغبة المواطن الذي قام بنشرها ليتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر الصورة أمير البلاد وهو مبتسم بجانب المواطن. وفي خطوة هي الأولى من نوعها، تقدم المواطن الكويتي عبد الكريم مرزوق العتيبي بكتاب رسمي إلى الديوان الأميري طالبا فيه الموافقة على أخذ صورة تذكارية من نوع السيلفي مع أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد. قاعد نشوف يعني ناس تصور سيلفي في الانستغرام مع شخصيات مهمة، فطرت علي الفكرة اني حاب اسوي سيلفي مع سمو الامير، فرحت سويت صيغة من المكتبة قلت اوديها للديوان الاميري، فذهبت للديوان الاميري فقدمتها هناك على وزير الديوان فرحبوا في الفكرة، والله دق لي واحد من الديوان الاميري فيرحب يعني بالفكرة ويشكرني على الخطوة الجميلة هذه، وش اسمه والفكرة صورة تذكارية مع سمو الأمير. العقارات يفتح